أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم كفرتم به
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي برب بكأنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم وكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمع لا ريب فيه.
يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما شاء ويهدي
تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف
الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من
والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم
وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين.
وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإن رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صف أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل
جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن
كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم فكان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم
الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إن ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي
مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون بني إسرائيل ولو نشاء في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولم قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون
قال
عاكفون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قد جاء
مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك
ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين شرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين الذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كغلي الحميد
العذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.
في الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا معها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله ليجزي قوماً
بالله
بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيه وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.